مما لا شك فيه ان الصفات الحلوة كتير، لكن ايه اهم صفات او اهم صفتين تحديدا في كل انثى هي الملكة تقريبا فيهم، بتتمتع بيهم وبتتميز فيهم بدرجة كبيرة قوي تستحق الاعجاب؟ هو ده موضوع حلقتنا، يلا بينا. اهلا بيكم، برحب بيكم سريعا، وبرضه بقول للجديد سريعا يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في قناتنا يا ريت يشترك ودوسوا لايك عشان حلقتنا توصل لمعظم افراد عيلتنا، ويا ريت تشتركوا كمان في صفحتنا على الفيسبوك، رابطها متثبت في اول تعليق وفي وصف الفيديو والانستجرام كمان. انثى برج الحمل الناري، اكيد الانثى دي فيها صفات كتير، ولكن زي ما وضحنا في البدايه احنا هنتكلم عن اكتر صفتين او اكتر ملكتين ممكن نقول ان انثى برج الحمل صعب ان حد ينافسها فيهم. الكرم دي اول حاجه، وقوة الشخصية. أنثى برج الحمل من أكثر نساء الأبراج سخاء، إتها فرطة زي ما احنا بنقول، بس بمزاجها، يعني هي كريمة بمزاجها مش تحت ضغط، ما تعملش عليها لود، ما تلويش دراعها، سيبها مع نفسها كده وهتشبرق الدنيا وهتبقشش عليك. يعني أنثى برج الحمل الفلوس ممكن تكون آخر حاجة تفكر فيها، أو احتياجها للفلوس احتياج عشان هي احتياج، عشان الحياة عايزة فلوس، ولكن مش هتلاقي أنثى حمل في حياتك بخيلة ومدمنة والقرش أبوها وأمها، مفيش الكلام ده. وكمان مش كريمة في المادة بس، هي كريمة في كل حاجة، حتى لما بتحب، وقلنا الكلام ده واحنا بنتكلم عنها في حلقات كتير قوي، ممكن تدي كل حاجة بس لو حست ان اللي قدامها يستاهل، ولو حست كمان ان هو بيقدر الحاجة اللي هي بتعملها. كمان قوة شخصية أنثى برج الحمل من أقوى نساء الأبراج في قوة الشخصية، إن أنت تقابل في حياتك أنثى برج حمل شخصيتها مش قوية ده نادر جدا وصعب جدا ويكاد يكون مستحيل. إيه أنثى قيادية بطبعها، أنثى قوية الشخصية، لها كاريزما كبيرة قوي وطلة تؤثر في نفوس الآخرين. أنثى برج الحمل مش عايزين نطول عليها عشان معانا كل نساء الأبراج، ندخل على أنثى برج الثور. من أهم ما يميز الأنثى دي، قلت وبقول، تقولها أو رزانتها. ويا جماعة على فكرة التقل والرزانة دي ملكة كبيرة قوي، كمان التقل مش في شخصيتها، في ملامحها، في الستايل بتاعها، هي كلها على بعضها كده ككاركتر، بتحس إن هي كاركتر رزين قوي وتقيل قوي، عارفين الشخصية اللي نقول تقيلة كده مش خفيفة، تقيلة كده في نفسها، كمان استقلاليتها. أنثى برج الثور من أقل النساء اللي ممكن تقلد حد، هي معتزة بشخصيتها وما تقلدش، ما هو في بعض النساء بتتصنع ممكن تقلد حد، مش كده؟ أنثى برج التربة ما فيهاش الحتة دي، دايما كده عندها استقلالية، ودي بتعجب على فكرة، بتعجب الرجال بشكل كبير قوي، ان هو بيحس ان هي أنثى فريدة طبعا. اما الجوزائية بقى فهتلاقي ذكائها، طبعا الذكاء بتاع أنثى برج الجوزاء ده انت ممكن تشعر بيه من اول دقيقة كلام معاها، يعني انت لو ما تعرفش الشخصية دي بتتكلم معاها بس هي بتتكلم معاك، انت بتحس ان هي ذكية، هي عندها ملكة الذكاء دي ملفتة. ما هو الصفات اللي احنا عمالين نقولها في كل أنثى دي صفات عاملة زي الشعاع كده، يعني مش محتاج ان انت تاخد فترة عشان تلاحظها، وده اللي بيخليها صفات مميزة قوي، ان الأنثى اول ما انت بتتعامل معاها في اول لقاء، في اول مرة، بتشعر منها بالصفات اللي احنا عمالين بنقول لك عليها دي. فذكية جدا جدا، الذكاء مش عادي، ما هو الذكاء درجات يا جماعة، ذكاء أنثى برج الجوزاء تخطى الحدود لدرجة ان انت لازم تعجب بيه. الصفة التانية دمها زي العسل، فرفوشة، حتى لو هي بتكتئب لأن دي طبيعة الحياة، بس هي دمها خفيف بدرجة يعني اللي قدام، أنا قلت قبل كده صعب إن أنت تمل من الأنثى دي، بنقول عليها كده فاكهة البيت، فاكهة المجموعة، لو هي في جروب أو في مدرسة أو حتى في جامعة أو في أي حاجة، تحس إن هي الفاكهة بتاعت الشلة، الفاكهة بتاعت المكان، مرحة جدا وتلاقيها دايما بتضحك، وضحكتها ممكن تبقى عالية بس بتحس إن الضحكة بتاعتها بتديك طاقة إيجابية كده، بتبعث الأمل في الحياة أو في الموجودين، دايما بتديك هي طاقة إيجابية، ضحكتها جميلة جدا، فرفوشة جدا، دمها خفيف قوي. أما أنثى برج السرطان، بسكوتة الأبراج في رقتها، الأنثى دي عندها بتتمتع بالرقة اللي من أول كلمة،
بتقولها لك ومن أول همسة كده بالإحساس الكبير اللي في شخصية الأنثى دي، أنت بتعرف إن هي من أرق النساء اللي أنت شفتها في حياتك. كمان الأنثى برج السرطان من النساء اللي وجههم مقبول، يعني من النساء اللي نقدر نقول وضع على وجهها القبول. وأنا قلت قبل كده وضحكتها جميلة، ضحكتها ممكن تحس إن هي بريئة أو فيها قبول، بس الضحكة بتاعت أنثى برج السرطان فيها حاجة مميزة عاملة زي المغناطيس ممكن تشد اللي قدامها، ولا سيما الرجل طبعا اللي ممكن يتكعبل على وشه. أما زعيمة العصابة البرنسس بقى أنثى برج الأسد الناري، فعندك الكاريزما بتاعتها دي كافية. الأنثى دي عندها حاجة غريبة قوي، إن هي كاريزما مشعة بشكل كبير قوي. ما هو في أبراج كتير ممكن تحس إن هم عندهم كاريزما، بس كاريزمة أنثى الأسد تحديدا وضع تاني. وندي كل حاجة حقها، ما نزعلش بقى ونتكلم بصراحة، وضع وستايل تاني خالص وشكل تاني خالص ملوش شبه. الكاريزما بتاعت الأنثى دي أقسم بالله فتاكة، حتى اللي بيتعامل مع إناث برج الأسد هيلاحظ الكلام ده. الكاريزما بتاعتهم حاجة رباني كده. دي أول حاجة. تاني حاجة تستغربوا شوية، ولكن اللي بتعجب كتير قوي على فكرة من الإناث شراستها. أنثى برج الأسد هي أشرس نساء الأبراج. احنا كنت عملت حلقة قبل كده عن ال 12 أنثى، أخذناهم من ال 12 للأول، وقلنا من الأشرس كانت أنثى برج الأسد نمرة واحد. طب الشراسة دي حلوة في إيه؟ حلوة للرجل والأنثى اللي بيتعاملوا معاها. على فكرة الرجل لما بيحس إن هو قدر إن هو مثلا يخلي الأنثى دي تحبه، أو قدر إن هو يخليها حتى صديقته، بيشعر بنوع من أنواع كده اللذة، ان هو قدر يخلي الكيان الشرس ده يعني زي ما احنا بنقول كده يخضعه ليه او يستكين ليه. فبيحس هو الرجل عامة وبالذات دي بيحبها قوي الرجال اللي بتتمتع بشخصية قوية، بتحس باللذة شوية في حاجة زي كده. الأنثى الشرسة دي القوية دي أشرس إناث الأبراج كلها. معاه ممكن تقلب قطة، واحنا قلنا لما تحب ممكن تبقى قطة قوي، وهي أنثى قوي على الرغم شراستها دي، بس أنثى قوي في نفس الوقت. وده اللي بيدي جاذبية أكتر وجمال أكتر لشخصية الأنثى دي عامة. حتى الأنثى لو أنثى زيها بتحس بالفخر كده واللذة لو هي صاحبتها المقربة، إن الأنثى اللي يعني القوية الشرسة دي أصبحت بالنسبة لي أنا صديقة وبتحبني وما تقدرش تستغنى عني. حاجات كتير عشان ما نطولش في الكلام أكتر من كده. أما أنثى برج العذراء، دائما قلت يعني قاعدة كده عرفناها عن مواليد إناث برج العذراء، عيونها جميلة. يعني أنثى برج العذراء دائما معظمهم، ولكل قاعدة في الدنيا استثناءات ده طبيعي، تلاقي في جمال في العيون وممكن جاذبية كبيرة في العيون. وأنا بتكلم هنا عن شكل العيون الخارجي، في حاجة اسمها جمال العيون الخارجي وما تحمله العيون بداخلها من أسرار، عشان كل حاجة بيبقى فيها لازم نفصل كده. فهم بيتمتعوا رموش، رسمة عيون، الحواجب حتى مع شكل العيون، ما هي حاجة بتبقى في العيون دي بتحس ان هي مميزة في الأنثى دي. كمان الصفة التانية دقة ملاحظتها، ودي حاجة طبعا انت بتعجب بها، لانك عمرك ما هتشعر ان أنثى العذراء غبية او بيفوت عليها حاجة. عندها دقة ملاحظة رهيبة لكل حاجة بتحصل، وكل موقف بتحلله تحليل شافي وكافي ووافي، وده بيعجب كتير جدا من البشر بطبيعة الحال. العسل بقى، انا لما اقول العسل اللي متابعيني من زمان هيعرفوا ان انا قصدي على انثى برج الميزان الهوائي. دي فيها صفات كتيرة قوي على فكرة، بس هنركز على صفتين زي ما قلنا اكثر اشعاعا. يعني شياكتها، وقلنا في نساء كتير شيك، بس شياكة انثى برج الميزان دي حدوتة ورواية وقصة وشكل ولون تاني خالص، محتاجة 3 4 ممكن سلسلة حلقات ان احنا نتكلم عن طريقة اختيارها ولبسها. شيك شيك من الدرجة الاولى، برفاناتها، يعني حاجات كتير قوي. عشان موضوع الحلقة مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، خلينا نقول شياكتها والكلمة موضحة نفسها قوي. نساء مفطورة على الصفات الجميلة دي ان هي تكون موجودة في شخصيتها. كمان سياستها، انثى سياسية تقنع اللي بص، يعني انثى برج الميزان دي
تلعب بالبيضة والحجر، ممكن تلعب في الصح وممكن تلعب في الغلط براحتها بقى، بس هي سياسية لدرجة ان انت ممكن تحس وهي بتتكلم معاك او بتتعامل معاك ان في نوع من انواع السحر هي عملته ليك. صدقوني انثى برج الميزان كمان اشد من الرجل في موضوع السياسة ده، سياسة وصاحبة اسلوب. ما تلاقيش في حياتك انثى برج ميزان غشيمة ابدا، كلمة غشيمة دي مش موجودة في القاموس بتاعها اطلاقا، عندها اسلوب من الاساليب الساحرة. اما العقربة انثى برج العقرب المائي فهتلاقي حاجتين مهمين قوي وبارزين قوي، رغم ان هي برضو من الاناث اللي فيها صفات كتيرة وممكن نتكلم عنها. غموضها، وده حاجة كبيرة قوي تبحث معظم النساء ان هي تكون انثى غامضة، وانتوا بتشوفوا ده بنفسكم. انثى برج العقرب حتى لو هي حاولت ان هي تبقى خفيفة ما بتعرفش، شخصيتها مفطورة على حتة الغموض دي، حتى لو حبت ان هي تفتح الكتاب بتاعها برضو انت هتحس ان في حاجات وخبايا واسرار ما انتش عارف توصل لها، حتى لو هي مش قاصده. تخيلوا حاجه في شخصيتها هي كده، زي واحد دمه خفيف يجي يعمل دمه تقيل ما يعرفش، زي واحد دمه تقيل يجي يعمل دمه خفيف ما يعرفش. ما هي في ثوابت كده في شخصيتنا ما نعرفش ان احنا نهرب منها ولا نغيرها. فغموضها وجاذبيتها، الجاذبية بتاعت أنثى برج العقرب جاذبية فتاكة، وإناث كتير بتتمتع بالجاذبية، بس الجاذبية أشكال وأنواع. جاذبية أنثى برج العقرب ممكن تبقى قاعدة ولابسة أي لبس، مش متزوقة ولا حاجة ولا متعمدة تعمل أي حاجة وجذابة، وده اللي يخلي الجاذبية بتاعتها تستحق إن احنا نشيد بيها في حلقة النهاردة. أما بقى أنثى برج القوس فأنثى جدعة، أنثى برج القوس الناري من الإناث اللي عارفين زي ما احنا بنقول بالمصري كده ولاد بلد، جدعة قوي مع أصحابها حتى مع الشخص اللي مرتبطة بيه لو حبيته، جدعة تحس كده. وهي من الإناث اللي كمان ممكن تدخل القلب بسرعة، تحس إن هي مش في وحشة، تحس إن في ألفة كده في الشخصية دي، إن أنت تعرفها من زمان، إن أنت حابب إن أنت تتعامل معاها. أنثى محبوبة جدا أنثى برج القوس والرجل كمان على حد السواء. جدع جدع أنثى برج القوس بمعنى كلمة جدع، يعني مش بتاعت إن هي بترسم أو بتعمل نفسها إن هي يعني جدعة أو كده، لا هي دي حاجة في داخلها وفي شخصيتها وبرز قوي. كمان خفة الدم، خفة الدم يعني، وهنا الجوزائية، يعني الجوزائية احنا قلنا إن دمها خفيف، ده شكل وده شكل. يعني الجوزائية إزاي؟ الجوزائية خفيفة الدم بإلقاء الدعابة والمزح والكلام ده، القوسية من غير أي حاجة كلامها أصلا تحس إن دمه خفيف، كلامها أصلا يدخل قلبك، وشها حركاتها، فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ ما هو كل حاجة بأنواع، ولكن الاتنين دمهم زي الشربات. ودي أيضا من الصفات البارزة أو المهمة أوي في أنثى برج القوس، واللي بتخليها من الإناث اللي بيعجب بها كثير من الرجال، ولكن هي حظها ممكن ما يبقاش عالي بعد كده لان هي بتتنرفز بسرعة ومندفعة. دي المشكلة، الجوزاء تنقي كلامها، ده الفرق بقى. يعني انثى برج الجوزاء الاتنين هم دمهم خفيف، انا بقارن بينهم عشان احنا قلنا دي دمها خفيف ودي دمها خفيف. الجوزائية تنقي، ماشية بمبدأ الكلام بيتنقى، تعرف هي بتقول ايه. انما القوسية تلقائية، تلقائية بزيادة، ممكن اللي جواها تيجي قايلاه، فممكن الطرف الآخر لو مش واخد باله من الحتة دي يزعل منها، ياخد على خاطره منها. تعالوا بقى نشوف أنثى برج الجدي الترابي. أنثى برج الجدي الترابي اللي بتحير كتير من الرجال زيها زي رجل نفس البرج. من أبرز الصفات اللي ممكن نتكلم عنها في حلقة النهاردة عمق الأنثى دي. مفيش أنثى برج جدي ممكن أنت تقابلها في حياتك وما تحسش إن هي عميقة، عميقة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. الأنثى دي لأبعد الحدود، وكمان طموح، عندها طموح ملوش سقف، يمكن من أكتر نساء الأبراج اللي بتتمتع بالطموح دي، والحاجتين دول بيعجبوا الإنسان عامة. لما تلاقي شخصية قدامك بغض النظر طموحة وعميقة، الشخصية أو النفس البشرية مفطورة على حب بعض الصفات، منها الصفاتين دول اللي بتتمتع بيهم شخصية أنثى برج الجدي الترابي. العمق بتاعها ملفت قوي والطموح بتاعها عالي قوي، وده كفيل جدا
ان احنا او ان هو يجعلها من الاناث المتميزه جدا ومن الاناث القويه كمان على حد السواء يعني. اما انثى برج الدلو فرقيها دايما بقول عندها اسلوب فريد من نوعه، يمكن احنا وضحنا كمان الكلام ده او اشرنا ليه في الحلقه اللي فاتت اللي نزلناها امبارح. اسلوبها راقي جدا ومميز جدا ومختلف عن كل النساء الاخرى، بتحس ان اسلوب فوق فوق قوي في التعامل وفي الرد الفعل في كل حاجه. بصراحه كمان تسامحها من اكتر نساء الابراج اللي بتحس ان هي متسامحه، ومن النساء اللي تعفو، يعني عندها مبدا العفو عند المقدره، مش سوداويه من جوه، مش شياله قوي من جوه، وده كله بيجعل برضو منها انثى مميزه وجميله في عيون كتير من اللي بيتعاملوا معاها، وهي بتتمتع بصفات كتير قوي، بس احنا قلنا هنقول صفتين بس في حلقه النهارده، الرقي بتاع اسلوبها والتسامح اللي موجود في شخصيتها واحنا وضحناهم دلوقتي. اما الحوتيه انثى برج الحوت اخر انثى معانا فيها صفات كتير قوي، بس خلينا نركز على رومانسيتها اللي بتنعكس عليها أنوثة طاغية، رومانسية قوي فست قوي فأنثى قوي، أنثى برج الحوت دي عامة. تاني حاجة احتوائها أو حنيتها، حنينة بدرجة وعندها قلب أنثى برج الحوت ده كبير لدرجة إن هو ممكن يساع الكون كله. طبعا اللي يرتبط بأنثى برج حوت ويعرف قيمتها بصراحة معاه جوهرة والمفروض ما يفرطش فيها. أنت معاك أنثى زي ما بيقول الكتاب، أنثى مش محتاج ان انت تعلمها يعني ايه انوثه او ان انت تفهمها قوانين الانوثه. اي رجل في الدنيا مهما كان طبيعته بيتمنى انثى بالشكل كده بالشكل ده، بس للاسف في بعض الرجال ما بتفهمش وما بتقدرش طبيعه وصفات وجمال الشخصيه اللي بتكون في الانثى اللي هو بيتعامل معاها او اللي مرتبط بيها. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقه بلايك يدعمها بلايك، يا ريت تكتبوا لي ارائكم كمان، انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. هتوحشوني وتصبحوا على خير.